قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة اليوم الأحد رئيس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث استعرض الطرفين عددا من القضايا التي تهم العالم العربي. وجاء هذا أساسا قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري التشاوري. وقال العمامرة في تغريدة له على تويتر: لقاء أخوي مع زميلي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح رئيس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري التشاوري.